الحمد لله تمام، يعني بعرف اطبخ وبحاول اني اعرف المقادير لحتى اعرف طبق صح، يعني ممكن احيانا تزبط ممكن احيانا تفشل. صارت معك شي مره طبختي طبخه خربطتي بشغله انتزعت؟ ايه تماما، في كثير قصص. اعطينا الحلول معنا. اكيد ما في شك بانه الطبخ مثل اي شيء بالعالم له مبادئه وبنشوفه عم يتطور دائما مع مرور الوقت، والشيف حسن يوميا بيقدم لنا وصفات واطباق مختلفه، لكن بعض السيدات يمكن لما يجي يطبقوا هي الاكلات يلي بيتعلموها ما بتنجح بعض الوصفات بسبب اخطاء بسيطه وهفوات ممكن تتعلق احيانا بتفاصيل ممكن تفسد الوجبه، وهي بتكون عباره عن عادات سيئه عند الاعداد او الطبخ وأحياناً بعدم معرفة للطريقة الأفضل. إهمال تفاصيل مرتبطة بعادات سيئة عند الإعداد أو الطهو أو بعدم معرفة للطريقة الأفضل بيهدر الجهد وبيوقف وراء فشل كل وصفة. الالتزام ببعض نصائح المطبخ والحيل الصغيرة ممكن ببساطة تحولنا لأفضل الطهات. قبل ما تبدأ بالطبخ، تأكد من إنك جمعت كل المكونات، درس الخطوات جيداً ودور بالتعليمات اللي ممكن تكون مربكة، وبهالطريقة ما رح تلاقي حالك عاجز أمام الوصفة. يعد اختيار الأوعية الأكبر أفضل لما بيتعلق الأمر بشراء أواني المطبخ، وهذا اللي بيقلل من الفوضى وبيمنح المزيد من الأمان، خاصة لما يتعلق الأمر باستخدام السكين. لازم تكون حريص على توفير جميع المكونات بمطبخك قبل ما تبدأ. كثير من الأخطاء يلي بيرتكبوها العديد من الأشخاص لما يكونوا عم يطبخوا ولا سيما المبتدئين، بيبدأ تعلم الطبخ بخطوات بسيطة جدا، وعادة ما بيكتسب الشخص هاي الخطوات أثناء وقوفه بالمطبخ مع أمه أو حتى أحد أفراد العائلة، وتجربة تحضير أشياء بسيطة، وبعدين تتطور هاي المهارات تدريجيا مع مرور الوقت ليظهر الشخص قدرات أعلى وسهولة أكبر بتطبيق الوصفات، وفي حال فاتوا القطار مبكرا ممكن بأي وقت يتعلم هي المهارة. ووجود السوشيال ميديا سهل الموضوع على الكتار، فصار فينا من خلال بعض القنوات على اليوتيوب نتعلم الكثير من الوصفات، ومو بس من المطابخ العربية والعالمية كمان، وغير قنوات اليوتيوب صار في العديد من التطبيقات يلي قدرت تساعد كتار من المبتدئين على تعلم مهارات الطبخ ووصفات حتى كمان متنوعة. منتابع بهالإنفوغراف أشهر التطبيقات الخاصة بعالم الطبخ. ومو بس التطبيقات يلي ممكن نتعلم فيها الطبخ، كمان فيكم تحضروا صباح الخير وتتابعوا الشيف حسن لحتى تاخذوا منه كل الطريقه والمقادير يلي عم اقدم لكم اياها بشكل يومي. بالاونه الاخيره انتشرت البرامج المتخصصه بتعليم فنون الطبخ، واللافت فيها انه مقدمي هي البرامج هن طهات رجال، فهل فعلا الطهات الرجال اكثر حرفه ومهنيه بتعليم فنون وتعلم فنون الطبخ من المراه؟ وهل المراه بلشت تفقد دورها بالمطبخ يلي هو من اهم اركان منزلها؟ الخبراء بيقولوا انه الاقبال من الرجال على عالم الطبخ بيرجع لسبب أنه تعلم السيدات البيوت للطهي ما اكتسبوه غير من أمهاتهم، وهذا الأسلوب التقليدي اللي اعتاد الغالبية عليه وساعدهم على التطور فيه أكثر وإبقائهم على حالهم، وانتشار الفنادق والمطاعم الغربية الحديثة ساعد كمان على إقبال الرجال الواسع على دخول مهنة تعلم فنون الطهي. والخبراء بيقولوا أنه الرجل عنده صبر وقدرة على التحمل وتحمل الوقوف لساعات بوقت الطهي
بخلاف المرأة والمسؤوليات الكتيرة يلي عليها، والأهم إنه مزاجه بالأكل بيختلف عن مزاجها. أكيد هذا الشيء يلي ممكن ما بيختلفوا عليه كتير من الأشخاص، ولكن يعني ست البيت دائما المطبخ هو الركن الأساسي ضمن المنزل. وبيدخل هذا الرجل وبيخرب لها بهالركن الأساسي، وبتجي بتشتغل من وراء وبتعدل. يعني عزيزتي ست البيت، هاي النصائح اللي قدمتها نور من شوي، لما يفوت الرجل يحاول يساعدك بالطبخة، أكيد كل ست سورية نفسها طيبة على الأكل، بس لما منضيف نحن لمساتنا بدها تعدل بقى وتصلح. تماماً، أكيد وارد. على كل حال رح نروح نحن